ان اسامه كنت قبل الفاصل بتتكلم حضرتك على بعض الارقام، اتفضل كده. فبنقول ان الاهداف فرق كبير جدا بين الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولين. الاهداف اللي عليه 8، الزمالك 31، بيراميدز 32، مقاولين 33. فرق دي ما تعتبرش نسبه عاليه بالنسبه للفرق بتلعب على المربع الذهبي. ايوه، ما احنا قلنا سواء معدل التهديف ليهم او معدل الاهداف اللي دخلت فيهم، التهديف قليل والمعدل اللي دخل فيهم كبير جدا. والفوارق كبيره قوي بينهم وبين النادي الاهلي، عشان كده قلت لك المقارنه ممكن تبقى بينهم هم الثلاثه هذا الموسم، لكن النادي الاهلي منفرد في كل شيء. معدل تهديف، معدل الاهداف اللي دخل استقبلها، الاستحواذ حتى معانا يعني على الشاشه الارقام حتى. لكن فروق كبيره جدا، وده باين من اول الدوري.